والبول دعم يعني طبعا عم نحكي دعم سياسي ودعم معنوي وليس دعم بالسلاح والمسلحين مثل ما دائما يوجه الاتهام لنا. طيب بس هل هذه يعني اللهجة الهادئة اليوم يلي عم تحكي فيها سعادة النائب هي أتت من بعد تصريح والد اللواء وسام الحسن البارحة يلي قال فيه بكل صراحة إلى أنه ابنه هو شهيد لبنان وهو يرفض زج اسم ابنه في كل هذه السجالات السياسية؟ أول شيء هذه اللهجة هذا إذا ترجع إلى المواقف الرسمية لتيار المستقبل، البيانات اللي عم تصدر عن كتلة تيار المستقبل دائما كانت مواقف هادية، ونحن ما كنا يعني ما تعودنا أبدا ناخذ مواقف ردات فعل. تحميل رئيس الحكومة نجيب مئات الدم اللواء الحسن هو موقف هادئ، كلام الرئيس فؤاد السنيور أمام سرايا الحكومية يوم التشيع هو موقف هادئ، هذا الذي كنت أقصده يعني سعادة النائب أنه لا اليوم موقفك أهدأ بكثير من موقف تيار المستقبل في الأيام السابقة، هل أتى من بعد وصف والد اللواء الحسن أنه الرئيس نجيب ميقاتي بالصديق؟ ستنا بعدنا يعني مش معناتها اذا كلامنا هذا مش معناتها انه تخلينا عما بدانا، بعدنا على نفس المواقف المبدئيه انه هذه الحكومه بعمليه حجب الداتا الاتصالات عن الاجهزه الامنيه، بموضوع عدم الاتيان باي خطوه لتسليم المتهمين الى المحكمه الدوليه، بموضوع عدم القيام باي خطوه كمان بموضوع احد الاشخاص اللي كانوا متهمين بالتحضير لمحاوله اغتيال الشيخ بطرس حرب. كل هذه المعطيات تشير الى انه هذه الحكومه شريكه اذا ما بدي اقول مباشره بصوره غير مباشره وعندها مسؤوليه معنويه عن موضوع الاغتيال. كل هذه التداعيات الامنيه اللي صارت، الحملة الإعلامية التي شنت ضد اللواء وسام الحسن قبل استشهاده والحكومة لم تحرك ساكنة، التعديات السورية الدائمة على الحدود اللبنانية على أهلنا على الحدود،